أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن حضور الجمهور لمباراة مونانا الجابوني سيكون له تأثيرا كبيرا على اللاعبين في المباراة. وأعرب المدير الفني للأهلي عن سعادته بوجود الجماهير في مباراة مونانا الجابوني قائلا: جمهور الأهلي هو كل شيء ونلعب من أجله، وهو اللاعب رقم واحد في كل بطولات وإنجازات النادي عبر تاريخه. ووصل تصريحاته قائلا: أشعر بقوة كبيرة، ويضاف إلينا لاعب مهم حينما أرى جماهير الأهلي في المدرجات وهي تهتف للفريق، وسعيد بعودتهم لاستاد القاهرة، وأتمنى أن يكونوا عنصرا فاعلا بتشجيعهم من أجل تأهلنا لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. وما زلنا مع البدري، حيث شدد على أن الأهلي سيأخذ مواجهة مهمة وصعبة أمام منافس ليس سهلا في بداية المشوار الإفريقي هذا الموسم، موضحا أنه قام بدراسة الفريق الجابوني بشكل جيد للغاية خلال المرحلة الماضية، بجانب تقرير فني من سيد معوض مدرب الفريق الذي حضر لقاء العودة بدور 64 في الجابون. وأشار البدري إلى أن مونانا الجابوني يملك عناصر هجومية مميزة ويتابع الأهلي بشكل جيد، وهو ما يؤكد اهتمامهم بالمباراة فضلا عن أنه منافس يؤدي على ملعب بصورة طيبة للغاية. وتمنى البدري في ختام حديثه أن يخرج الأهلي من المباراة بنتيجة طيبة ومرضية تسهل مهمته في العودة بالجابون، خصوصا أن فريق مونانا يؤدي على ملعبه بمستوى أفضل في ظروف تساعدهم أكثر من أي فريق منافس. أكد أحمد أيوب المدرب العام بنادي الأهلي أن الجهاز الفني درس فريق مونانا الجابوني بشكل جيد للغاية خلال المرحلة الماضية لمعرفة عناصر القوة والضعف بالفريق المنافس، وأضاف أن مونانا فريق مميز من الناحية الهجومية ويملك أكثر من 4 عناصر تمثل خطورة بشكل دائم على منافسيه في الثلث الأخير من الملعب، متمنيا أن يكون الأهلي موفقا في هذه المباراة. وشدد على أن البدايات دائما في البطولة الإفريقية تكون صعبة، موضحا أن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المباراة، وأشار إلى الجهاز الفني شاهد مباريات لفريق مونانا، وتحدث حسام البدري في محاضرته الأخيرة عن قوته وشرح نقاط القوة والضعف بشكل كبير من أجل الوصول لدور المجموعات. قال إيريك أندولو مدير عام نادي مونانا الجابوني ورئيس بعثة الفريق إنهم سعداء بالحضور إلى مصر لمواجهة الأهلي، وأضاف أندولو أن ناديه تلقى أفضل استقبال من مسؤولي النادي الأهلي ولم يواجهوا أي أزمات أو مشاكل على الإطلاق، مشددا على العلاقة القوية بين الناديين وشعوره بسعادة كبيرة بتواجده في وطنه الثاني مصر. وأشار أندولو أن فريقه يحترم الأهلي جيدا، ولكن مستوى فريقه الحقيقي سيظهر في الملعب لأن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة. أشاد كيفن إيبينغا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مونانا الجابوني بالإقامة الجيدة في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المرتقبة غد الثلاثاء. وأضاف إيبينغا أن مواجهة الأهلي شرف كبير، فهو أكبر ناد في القاهرة في القارة الإفريقية وواحد من الأندية الأربعة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم، موضحا أنه يضم بين صفوفه لاعبين مميزين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من فندق إقامة بطل الجابون مراسل قناة النادي الأهلي أمير هشام. أمير أهلا بك، وصف لنا الأجواء في معسكر فريق مونانا الجابوني.